بإيدي ما بقاش في حاجة مستحيلة، ده الحب كله عايشه أنا معاك. ما شاء الله، ايه الحلاوة دي كلها؟ الله اكبر. هنزل بقى عشان شوف باقي الناس ان شاء الله. ايه الحلاوة دي؟ يا يا ما شاء الله والله، ايه المنظر الجميل ده؟ الله اكبر، الله اكبر عليكم. انا طبعا بتشرف ان انا في وسطكم النهاردة، و بتشرف اكتر ان انا بغني قدام يعني شباب جواه عصارة الطاقة الايجابية اللي هي الحل الوحيد لشباب الامة العربية كلها. الطاقة الايجابية رغم اي ظروف، سياسة، اقتصاد، اجتماعي، اي حاجة، احنا لازم ننجح يا شباب، مفيش حاجة تانية. وانتوا اكبر مثل لده، وان انتوا بدأتوا من تحت ما شاء الله، كل واحد فيكم يوم بعد يوم بيبقى مستوى اكبر. نصبر، هننجح ونجتهد، لازم نجتهد جدا طبعا. انا عايز اسمع سقفة عربية لكل الناس اللي معانا هنا من جميع الوطن العربي. ما شاء الله، انا بصراحة مبهور بالمنظر اللي انا شايفه. جاهزين يا شباب؟ فاكرين؟ يلا. وكل مرة بشوف